السلام عليكم يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ده جزء عاوز يتمعجن اهو، وهنا في سوكه اهي، هنا في سوكه. تمام يا رجاله، طب دي المعجنه ازاي؟ ادي المعجون بتاعنا، بننزل جرد كده اهو، اهي نملى اي تنافيس اي حاجه اهو، وهي ونملى من تحت كده اهوت اهي، ادي السوكه اتعملت اهي اهو اهي. قشره واحده يعني الحاجه، يعني عايزين يا جدعان ايه؟ اي نعم، المعجون متعارف عليه ان هو ندي قشرتين، قشره واثنين وثلاثه، لكن عادي جدا ممكن حاجه تكون محتاجه قشره واحده بس اهي، بس كده خلاص، ولا لزق ولا نصنفر فوق ولا نمعجن فوق ولا مش عارف ايه. اهي السكه عملناها اهي، ونبدا اللي احنا نصنفر وخلاص، نبدا اللي احنا نصنفر وخلاص، الحرف ده يشمع بس كده ونشيله، ولا بقى نمعجن تحت ونصنفر تحت بعد كده نشد لزق ونمعجن فوق والقصه دي، لا هو كده خلاص اتمعجنت قشره جرد. اهم حاجه كده هو تملى المسام بالفراغات بتاعت الصاج، بعد كده قشره ملوه عليها وتصنفر بقى الصنفر بتاعتنا بالبلوكه. نبدا اللي احنا نصنفر بالبلوكه فوق، بعد كده ننزل تحت بالبلوكه، هي هتظبط لوحدها السوكه. يعني محتاج لزق، يبقى اللزق بتاعنا مع الصنفره مش قبل المعجون. تمام يا رجاله، المعجون قبل اللزق، يعني مش شفناش سيستم بصراحه قال، وبالعكس هتلاقي الانظمه رافضه ان المعجون يتحط قبل اللزق. فادي دي الكفتين من مش محتاجه قشره ثانيه خالص، ما تديهاش. تبدا اللي انت تصنفر، عايز تحط لزق يبقى بعد الصنفره، تصنفر فوق وتصنفر تحت مثلا بال 120، وفي ال 220 او حاجه تبدا اللي انت تشد لزق متعلمه بالمسطره، وتشد لزق فوق وتصنفر تحت وكلام من ده. يعني الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل يا رجاله. حبينا ناكد كده على حاجه بسيطه، وهتلاقي عندكم فيديو في التعليق المثبت لطريقه ضبط السوك بال على اللزق بعد المعجون مش قبل المعجون. صباح الفل يا رجاله. ان شاء الله لو حابين تشوفوا الفيديو بتاع مرحلة الرش هتلاقوه عندكم في الديسكريبشن، الوصف والتعليق المثبت بتاع الفيديو دون. واخدين المرمى دي على قدها، خدنا البليندنج واللون والورنيش، هتلاقوه عندكم في الوصف يا رجالة والتعليق المثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هناخد الباب دون لون مط وبعد كده ورنيش، لكن ننزل ببليندنج او بيندر الاول. مهم طبعا عدد الوشاش عادي، لكن مهم تلتزم تخلي الباية معاك خفيفة نسبيا، ما جلا. بصوا البنطه، ركزوا مع البنطه الورنيش، شكل بنطه الورنيش طبعا ده لسه ده يتلمع، مش بقول لكم على اللمعه، البنطه بتاعت الورنيش. بصوا الشكل، شايفين الشكل يا رجاله؟ نفس البنطه اهي، بنطه العربيه تعمل نفس بنطه الورنيش الاصليه اللي نازله بقى من المصنع. حفادي لوحدها الحاجات دي. تسلم ليكوا يا رجاله.